للمزيد من المتابعة تنضم إلينا دكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية. دكتورة مساء الخير، ومن وجهة نظرك ما هو تأثير إقالة الرئيس الأوكراني قائد القوات المشتركة الأوكرانية من منصبه على الأزمة الروسية الأوكرانية، تأثير ذلك والأسباب المباشرة كمان؟ مساء الخير عليك يا ريهام وعلى الساده المشاهدين. هو الحقيقه يعني بالفعل زي ما انت ذكرتي الاقاله كانت مفاجاه، والمرسوم الحقيقه اللي اصدره الرئيس زيلينسكي كان عباره عن سطر واحد، هو استبعاد الجنرال ميخيلوفيتش اللي هو المسؤول الاساسي عن كل العمليات في منطقه الدنباس، وطبعا منها اللي اشرتي اليه اللي هي المعارك الدائره في ارتيموفسك او باخموت. والدلالات ده الحقيقه واضحه، يعني هو صحيح لم المرسوم ما ذكرش اسباب للاستبعاد او للاقاله، لكن واضح جدا ان بالفعل هناك تقدم واضح جدا للقوات الروسيه، والموقف فعلا من فتره طويله الحقيقه، والرئيس زيلينسكي بيذكر ان هو بيزداد صعوبه، وبالتالي واضح ان الهزائم اللي تلقتها القوات الاوكرانيه في ارتيموفسك او باخموت هي كانت السبب الرئيسي للاقاله، لكن من وجهه نظري ده هيعقد الامر، لانه الجنرال ميخيلوفيتش الحقيقه هو اللي كان بيقود القوات المشتركه والمسؤول عن العمليات في الدنباس من مارس اللي فات، تحديدا من 15 مارس من بدايه العمليات العسكريه الروسيه، وبالتالي كان عنده اطلاع على كافه المجريات وعلى تنظيم القوات، وبالتالي اعتقد ان غياب قياده عمليتيه بهذا الشكل من المشهد الاوكراني لن يفيد كثيرا، ربما يعقد الامور، يعني هو طبعا اكيد من وجهه نظر الرئيس زيلينسكي انه محتاج قياده جديده تعطي دفع للقوات، لكن اعتقد ان ربما سيكون العكس، لانه هو الحقيقه مشهود له بالكفاءه، ويعني كان يدير العمليات اعتقد على قدر كبير من يعني الكفاءه والحنكه. طبعا الهزائم اللي تلقتها القوات الاوكرانيه ربما لا تتعلق بشخصه بقدر ما هي تتعلق بالضغوطات اللي بتمارسها القوات الروسيه ونجاحها في احكام السيطره على باخموت، لكن الحقيقه ضربت باخموت ضربه قويه، لان الرئيس زيلينسكي كان بيعتبرها الايقونه اللي هيحقق منها بشكل او باخر انتصار بشكل عام في الدنباس، او يعني كما كان يشير دائما، واعتقد في زيارته للولايات المتحده اخذ علم وقال ان هو من الجنود في باخموت، يعني كان بيعتبرها رمز او ايقونه، فبالتالي خساره باخموت بالتاكيد هتؤثر كثيرا على حتى، وطبعا واقاله الجنرال ميخيلوفيتش هيأثر كثيرا على سير العمليات بعد كده. نعم، طيب مع دخول الازمه الروسيه الاوكرانيه عامها الثاني يا دكتوره، يعني ايه السيناريوهات المتوقعه في رايك؟ يعني اعتقد الحديث عن مفاوضات امر يعني في تفاؤل كبير، يعني اعتقد ان احنا ما زلنا بعيدين عن مفاوضات بشكل او باخر، لانه الطرفين يعني مطالبهم متناقضه بشكل جوهري، لكن الواضح انه على الارض في تقدم واضح للقوات الروسيه، والتقدم ده هيلقى دفعه بعد باخموت الحقيقه، لان باخموت كانت نقطه مهمه جدا، السيطره عليها هيفتح المجال لعمليات اوسع وربما اسرع في دونيسك. وطبعا واضح ان العمليات هتزداد سخونه في الفتره القادمه، وده على كافه المحاور، وبالذات طبعا دونيسك وزابوروجيا هيبقى فيهم تصعيد واضح جدا في الفتره القادمه. يعني بتشوفي ازاي وصف الرئيس الاوكراني بان الوضع في باخموت بيزداد صعوبه؟ يعني ما الرساله التي يريد ان يوجهها؟ تهيئة لما سيتم الإعلان عنه، لأنه بالفعل هو كل يعني ممرات ارتيموفسك أو باخموت تم السيطرة عليها من جانب القوات الروسية، كان فاضل ممر واحد بس هو المنفذ الوحيد للقوات الأوكرانية، وتقريبا القوات الروسية سيطرت على معظم المدينة ما عدا كان تقريبا يعني 1000 كيلومتر أو أزيد قليلا، وبالتالي
الامور يعني في سواء في يعني من الناحيه الفعليه اعتقد حسمت الى صالح الروس. نعم. وحديث الرئيس زيلينسكي هو تهيئه بشكل عام للراي العام الداخلي والخارجي ايضا، لانه يعني لو حضرتك تتبعتي هتلاقي كان في حديث من الرئيس بايدن بان بوتين فشل وان خلاص ان هم يعني الروس فشلوا في تحقيق اهدافهم. نفس الحديث بشكل اخر تحدث عنه يعني السيد ستولنبرج الامين العام للحلف شمال الاطلسي، وبالتالي خساره ارتموفسك او باخموت يعني هي الحقيقه بتناقض هذه الاحاديث جميعا، وبالتالي هي رسائل للداخل والخارج معا يعني، لانه نعم. ايضا من المهم ان الحلفاء يدركوا ما يجري على الارض في اوكرانيا. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره نورهان الشيخ استاذ العلوم السياسيه، شكرا لك.